هنا في أوروبا يوجد أطعمة في مكوناتها يكون هناك رموز معينة في المكونات، وهذه الرموز عندما أبحث عنها فيكون إما أن تأتي مثلا من مصدر نباتي أو حيواني، فإذا كان المنتج أجنبيا ويأتي من مصدر حيواني فإني أبتعد عنه لأني لا أعرف هل هذا الحيوان ذبح حلالا أم حرام. ولكن أحيانا يكون هذا المنتج صنع في دول عربية ويأتي إلى هنا، فمثلا صنع في مصر أو في الإمارات أو في تركيا أو دول إسلامية أعني. فهل إذا كان هذا المكون مثلا يؤخذ من حيوان والمنتج صنع في دولة إسلامية؟ هذا التحليل كده صعب علينا، ولم نؤمر بمثل هذا. الطعام هذا جاء من دولة مسلمة، سنأكل منه، جاء من دولة كتابية، الأصل أننا نأكل منه إلا إذا تأكدنا أن به حرام، لأن الله قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا كان مثلا ذبح على يعني كوقيز بالرصاص أو بأي طريقة فيها إماتة فلن نأكل، لا نأخذ منه. لكن اختصارا طعام جاءك من دولة إسلامية، دولة مسلمة، مصر، السعودية، قطر، غيرها، كل منه ولا تسأل. ولا أنظر إلى المكونات أو هذا. والله ما أمرنا بهذه التحاليل، في استحالات بتحصل أحيانا، نعم.